يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير ما يسألني الزملاء في العمل فأنقل لهم فتاوى العلماء المعتبرين كفتاوى اللجنة وفتاوى ابن باز وغيرهم، فهل للسائل أن يعمل بهذا أم لا بد أن يسأل من يفتيه؟ إذا كان عنده العلماء فلا ترجع إلى الفتاوى، خلهم يسألون العلماء الموجودين، إما يتصلون بهم وإلا يلتقون بهم لأنهم عندهم الإمكانية. أما إذا كانوا في بلد ليس فيها علماء فلا بأس أن تنقل لهم هذه الفتاوى الثابتة عن المشايخ. نعم.